Bonjour les bnad, j'espère que la baisse alikoum et que tout va bien pour vous. Ana alhamdoulillah, mbrouk alikoum hadch char. Je pense que baqi amarni ma qelta min dkhel Ramadan. Donc je sais que ana ghberti chouya la YouTube. Bon, ana j'ai eu un peu de mal au début pour m'adapter. J'espère que ntouma safi ou lfto. Daba ta ana alhamdoulillah, j'arrive à gérer ma journée. Voilà, kif qelt likoum ana ghberti chouya la YouTube malgré que filmit quand même des recettes mli kent kanwejed le Ramadan, mais bon, j'ai pas eu le temps bach ndir le montage. On tombe sur YouTube. Bon, Anna, je fais ça parce que j'aime faire ça. Donc, je veux que ça continue à être un plaisir. Mais si une corvée me dit, Nelly, je suis stressée, c'est une le montage pour pouvoir poster. Bon, voilà. Donc, Radil Haoul, un peu plus régulière. Mais bon, c'est un petit peu de temps pour m'adapter. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est un plaisir. Et donc, je vais continuer à faire des vidéos. Lioum, alors Gilt, je vais partager avec vous une journée de Ramadan qui fait que je suis de l'ambiance d'art. Je vais préparer une bon chichi, mais je partagerai une seule recette. Inch'Allah, l'ayam li jayen, je vais partager les autres recettes. Voilà, donc hantouma maaya, daba ghadi nbda bel cuisine, ghadi ndir wahed lmsimnat ma'mrin li tout le monde tbarakallah ki3rf ydirhom. Mais bon, je partagerai avec vous ma façon de faire. Allez, à tout de suite. Donc, هنا عندي شلطه بصيله زدت عليها ايشالوت صغيره باسكو لي شالوت كتجي لذيذه دونك زوينه وشويه ديال البزار شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت غنشحرهم ونزيد عليهم شويه ديال الفلفله. دابا غادي نزيد الفليفله ديالي. انا عندي هنايا حمراء وخضراء وقطعتهم صغيرين غنزيدهم على البصله. صافي انا دابا جبت الكفته ديالي دونك دي كونجلات غادي نزيدها مفرتتها ومن بعد غادي نزيد لي قار. زدت لي قامه دونك درت شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون شويه ديال البزار وزدت شويه ديال الملحه حيت في الاول درت غير شي شويه. دابا غادي يبقى ليا غير الربيع قزبر ومعدنوس غادي نزيد شويه ونخلي الكفته ديالي طيب مزيان. صافي لافاس ديالي ها هي وجدات غادي نطفي عليها وندوز نعجن باش بما بردات. enfin ماشي انا اللي غادي نعجن لو روبو. الوغ بوغ العجينه، الوغ باش ما تغلبش عليا درت العجينه على قدي دونك درت جوج كيسان ديال الفورص كاس ديال الفينو. هنا درت ما عرفتش واش كيبان لكم دونك درت شويه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه درت شويه ديال الملحه درت هنا معلقه ديال السكر سنيده ودرت معلقه كبيره ديال الزبده دونك هاد الزبده اللي كنزيد فرانشمون سا في لا ديفيرونس دونك انا كنت كنديرهم افونسون. دابا ملي وليت كنزيد الزبده كيجيو فويتي وكيجيو فريمون هشاش ولكن سان نون بلو اتر داك المسمن اللي لاوي دونك فريمون كيجيو زوينين. يلا دابا غادي نزيد الماء وغادي نخليه يتعجن. الوغ العجينه ديالي ها هي موجوده دونك غادي ندهن ليها شويه ديال الزيت من التحت باش ما تلصقش. ندهن لو بلاطو ديالي. دونك صافي ها هو المسمن ديالي وجد غادي دابا نبدا ندير لي بتيت بول دونك غادي نحاول نديرهم صغيورين باش يجيني المسمن فريمون صغيور ومحدق كما سا انا ان فيت كيتكالو كيجيو زوينين في المنظر كيجيو صغيورين ومحدقين. الي نبداو. فريمون غندير هذا القياس بون دونك صافي انا دابا كملت الكويرات ديالي غادي ندهنهم شويه زيت من الفوق ونغطيهم بالفيلم اليمونتير ونبدا نورق في المسمن. دونك دابا غادي نورق المسمن ديالي كامل وعاد غادي نبدا نعمر فيه. Thank you.
صافي دابا انا المسمن كله ورقته، دونك دابا غادي ندوز نبدا نعمر في المسمنات. الو ناخذ المسمنه كنعاود نورقها غير شويه، ناخذ معلقه ديال لا فارس ديالي نديرها او ميديو وكنسد بحال هكا هب هب كمسا فوالا. دونك ها المسمنه ديالي موجوده، جوسي با واش كيبان ليكم، دونك غنديرهم في اللاطا. صافي دابا انا المسمن ديالي ساليت، دونك هاد المسمن اللي بقى ليا غادي ندير به اوتر شوز، غادي نوريها لكم من بعد. هنا اون فيت باش غادي ندهن درت صفر بيضه وزدت عليه شويه معلقه صغيره ديال الحليب، اون فيت خلطت دابور معلقه صغيره ديال الحليب دافي مع شويه ديال نسكافيه وزدت عليهم صفر بيضه، وعاد غادي ندهن به المسمن ديالي. انا جو بريفير باسكو ما كتجيش الزفوره ديال البيض وكتجي لا كولور زوينه، دونك غادي ندهن. Alors Amir s'est réveillé de la sieste. Alors من بعد ما دهنت المسمنات ديالي درت لهم طريفات ديال الزيتون الكحل من الفوق، غادي ندخلهم دابا للفوق يطيبوا. اه صافي ها هما المسمنات دابا خرجوا من الفران، شفتوا اللون كيجي زوين وفريمون كيجيو مقرمشين وزوينين. فوالا دونك داك المسمن اللي بقى ليا فوالا هادي لا فارس اللي غادي ندير فيه، وغادي نديرهم على شكل بسيطلات. الوغ بوغ فو دير هاد لا فارس فريمون كتجي لذيذه، فيها بصيله مشحره دو بولي نو بلوتو لو الصدر ديال الدجاج، دونك البلون ديال البولي وشويه ديال الهريسه شويه ديال الحامض مصير زعفران وبيان سور لي قامه وصافي وشويه ديال الطون وي كنخلط مع شويه ديال الوغ فريمون كتجي لذيذه. دونك هذه لا فارس اللي غنعمر بها المسمنات اللي بقاو ليا. فوالا انا كملت دابا التعمار، دونك غادي ندهنهم وندخلهم حتى هما للفران. فوالا على شكل بسيطلات درتهم بهذيك الورقه ديال المسمن. الوغ البسيطلات ديالي ها هما طابو، دونك انا يلاه درت عليهم ان بو دو شيدار من الفوق وطفيت عليهم، دونك بوتيت نقدر نعاود نشعل عليهم جوست افون الفطور باش يبقاو فريمون مقرمشين. فوالا جاو فريمون زوينين. كوكو البنات، دونك انا ساليت وجدت الطابله ديالي ومشيت حيت عليا الحوايج اللي طيبت فيهم هاد العشيه، ودونك لبست جليلي بيتي درت شويه ديال العود وفوالا طلقنا شويه ديال الامداح، ودابا ما بقى والو للفطور. دون 5 مينوت غادي نفطروا، جو في بارطاجي افيك فو لا طابل داكشي اللي وجدت بيان سور. دوكو نهار كنوقف وكنضرب تماره وكندوز واحد كيلكو جوغ، دونك غدا بعدا ديجا جو سي كو ما غاديش ندخل للكوزينه ان شاء الله. فوالا هي الطبله ديالي، دونك بون الطبله اللي ديال الفطور عاديه. دونك شنو اللي صاوبت اليوم؟ درت دي نيم، الوغ هنايا درت دي نيم معمرين بلو بولي، هادو هما البسيطلات اللي صاوبت بالورقه ديال المسمن، دونك جاو فريمون زوينين في المنظر. اون فيت باقي ما طقناهمش فوالا. دونك شنو هادو؟ بريوات ديال اللوز، اللوز هذا التمر معمر، التمر عادي، شباكيه. بون هنايا الشباكيه الشيف رضا اللي كنتي كتشوف هاد لا فيديو فوالا، دونك راه تبعت المقادير اللي وريتيني والطريقه اللي صيفطتي ليا في لا فيديو، دونك فوالا ها هي الشباكيه ديالي. دونك سلو اللي صاوبت هنايا، صاوبت دي كيش او صومون، دونك صوص طوماط صومون، درت فيهم شويه ديال الطارطار وشويه ديال الموتزاريلا. هادو مسمنات معمرين بالكفته وفليفلات مقطعين وبصيله. وشنو اللي عاوتاني عندي؟ دونك هادو دي كيشوطون. بون هادي الحريره ديالي هي فوالا، وهنايا درت دي نافيت معمرين بشويه ديال طارطار الماش وشويه ديال الصومون فوالا. دونك ما بقى ليا الا نقول لكم صيام مقبول، اي ان بروشين فيديو ان شاء الله.